السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أكلتنا خفيفة كتير، شاكرية وجنبها رز بشعيرية. بس قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوا لايك وشاركوا الفيديو مع اللي بتحبوهن. هلا أول شيء هون عنا هاي لبن، بدي أخذ منه كيلو ونص. هذا السطل 3 كيلو، بدي أخذ منه بس كيلو ونص لبن أو زبادي أو ياغورت. كل بلد بكل اللهجات. هاي بكل اللهجات، كل بلد بتسميه شيء بس نحن بنقول له لبن. هلا الشاكرية أنا بدي أسويها باللحمة. هي بتصير باللحمة أو بالفروج. على قناتي بسم الله الرحمن الرحيم باليوتيوب بتلاقوها شاكرية بالفروج، كمان كتير طيبة رائعة. بسم الله. كمان بنحط رابط هذا الفيديو اللي قلتي عنه تحت العنوان إن شاء الله. هلأ هون أنا فضيت اللبن كيلو ونص، بدي أحط، أنا قلت بهداك الفيديو بالتريت بس هلأ بعيد، كل كيلو لبن بياخد معلقة نشا، معلقة طعام نشا. والحلو بهي الأكلة إنه ما بدها تحريك طاولة، يعني أنا اليوم مرتاح. هلا خلينا هون عم نحكي. كل كيلو لبن بياخد معلقة طعام نشا. طول بالك. أنا حطيت كيلو ونص، معناتها بدي أحط معلقة ونص نشا. عالبارد بدنا نحركها. هلا المعلومة اللي قالكم إياها علي غلط. هلا بدنا نحرك أول شيء اللبن مع النشا عالبارد، يعني قبل ما نحطه على النار. على الغاز نحركه كتير كويس حتى يندمجوا اثنيناتهم مع بعضهم، بعدين ناخده على الغاز ومنضل منحرك. يموت فينا بالتصوير ما راح نحرك. تطبيق اوكي الاكل تطبيق. حكي علي ماما اخذها قاعده. ماما بقول ليش هيك قلت لها امي اي طبخه لبن بدها تنحط على النار، عرفت شلون؟ بدها تحريك لوقت اللي تغلي، من وقت ما بتحطها لوقت ما تغلي ما بدك تتركها طاوي. هلا هون حطيت انا نشا، اللي ما عنده نشا بده يحط بيض فيه يحط بيض، على كل كيلو لبن بياض بيضه واحد. الصفار لا تحطوه، اسمعوا مني الصفار لا تستعملوا، في ناس بتحط الصفار مع البياض بس هذا غلط. الطعمه بصير فيها شوي من طعمه البيض واللون بصير اصفر. أيوة. لون اللبن. واللي عنده نشا بيكون افضل، وصدقوني اي نوع لبن ما بتفرق لانه ما بيفرط ابدا اذا سويته مثل ما بدي اسوي انا هلا. هلا انا نحرك على البارد. هلا حطيتها على الغاز طبعا علي عم حركها. وهون اللحمه انا سلقتها جهزتها وصفيتها بعد ما حطيت لها طبعا البهارات الصاغه، يعني الخشنه ايه مو بهارات مطحونه، مثل الهيل والكبشه قرنفل، وحطيت بصله وحطيت شويه ثوم، روس ثوم صغار، لا عفوا سنون ثوم. سنون ثوم ايه كم سن ثوم كمان حطيت، وجزره صغيره كثير شقفه للزنخه يعني. وبعدين صفيتها وحطيتها هيك مثل ما انكم شايفين مع اللحمه صارت جاهزه. مثل ما انكم شايفين بس جهزناها للحمه واللبن صار جاهز. اكله الشاكريه كثير سهله كثير بسيطه. ايه صح بالنسبه لي ما بحرك. الله انت بدك تروحي تبركي. تروحي تبركي بس خلص طبخه انا بس خديها روحي روحي يلا تعبتي انت. هلا مثل ما قلت لكم ما تتركوا اللبن ولا دقيقه مشان ما يفرط، على نار متوسطه وضلوا عم بتحركوا مثل علي. وقت ما يغلي اللبن خليني انا اساوي الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هون حطيت معلقه سمنه، معلقه ونص طعام سمنه، وبدي احط كمان نص كاسه زيت نباتي، نص كاسه شاي زيت نباتي. زيت النباتي كتير كويس مع الرز لانه بيعطيه فلفله وفرفده، بيتفرفد يعني ما بيعجن مع بعضه، وكمان لمعه كتير كويسه للرز. بس ده بدي اطب الشعيريه. هلا هون عندي كاسة شعيرية، بسم الله الرحمن الرحيم، محمصة، لا مو محمصة، بدي أحمصة، قال لي علي قلتي محمصة، بسم الله. طبعا اللبن لسه ما صار يغلي، لأنه الشعيرية كتير سهلة، عفوا الشاكرية كتير سهلة، بعد ما بيغلي اللبن بنحط اللحمة وبتكون شغلة تنتهي تقريبا، مشان هيك أنا هلا سويت الرز. هلا بضل بحرك الشعيرية مشان ما تنحرق لأنها رأسا تتحمص. ايه الشعيرية هي كثير سهلة، أكلة بسيطة يعني، يعني مو واحد ما يحرك اللبن، يكون عنده حدا يحرك اللبن. تكون معه كثير سهلة، والله صار لي ساعة بحرك، ولا لسه شوفوا ولا ساعة علي، هلا بتخوف الناس ما بدو يسووا، ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة على شوية هاللبن. يا على قلبي إن شاء الله. هلا بعد ما شقرت هيك الشعيرية بنطب الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هيك شوي بقلبه، يعني بقلب الرز هيك شوي مع الشعيرية، بحط الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، الملح حسب الرغبة،
شوي، هنقلبها هيك شوي، تكون عندي المي سخنة عشان احطها. يا رب يا رب يسر، والله ما غلى اللبن. نشبك عليه شوفي هلا بغلي، طول بالك. لا كأني حيطين على النار. لا بقى تحركي لبن انت. وي لا حرقتي ليوم، ابوس ايديك لا تحرقي. لا يابا ما احرق، بس انت لا تتعب كمان. انا جهزت المي، انا حطيت كاسة ونص رز. طبعا كل كاسة رز بتاخد كاسة وربع مي، مي سخنة انا بحط. وكاسة الشعيرية بتاخد كاسة مي، انتبهوا نفس الكاسة اللي نعير فيها الشعيرية بنعير فيها المي، ونفس الكاسة اللي عيرنا فيها الرز بنعير فيها المي. وبسم الله الرحمن الرحيم. هالتحميصة اللي انا هلا حمصت فيها الرز بتعطي للرز طعم كتير كتير طيبة. هلا الرز على نار عالية بدي اتركه لوقت ما يغلي، بعد ما بيغلي بدقيقتين ثلاثة بوطي تحته وبغطيه وبتركه لحتى يستوي، بياخد تقريبا على النار يا 10 دقائق يا 12 دقيقة حسب انتو بقدكم تشقوا عليه. هلا بعد ما اللبن بدي يغلي بنبدا بنحط اللحمة، بنحط شوي شوي ما بندل افر دلقة. اللحمة انا عم بحط مع المرقة شوي شوي، بسم الله هيك بنحط شوي وبنحرك عشان اللبن ما يفرط. وانتبهوا مرقة اللحمة واللحمة لازم تكون سخنة. هي عبالكم تتبعوا الخطوات هاي اللي أنا عم بسويها، وإن شاء الله اللبن إيش من كان نوعه ما بيفرط. بسم الله شايفين كل ما بحرك شوي أنا بحط شوي هيك لأخلص وأخذ سماكة اللبن اللي أنا بدي إياها. انتبهوا اللبن ما بده يكون سميك وكمان ما بده يكون مريق مجقجق، أنا راح أساويه العادي يعني. هلا بفرجيكم سماكته شلون. بسم الله انا اللحمه ما ملحتها ولا اللبن، هلا بدي املحهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملح حسب الرغبه. وقف بقى ماما، وقف عن التحريك. خلص شيل هاي. هلا بقى بنبدا بنحرك هيك من تحت لتحت مشان ما تفرط اللحمه معنا وتضل هيك منظرها هيك كويسه كبيره. بسم الله انا اللبن لسه عندي سميك، بيحسن ياخذ له كمان شوي صغيرة بسم الله، لأني هلا لسه بدي أتركه يرجع يغلي مع اللحمة مشان ياخذوا من طعمات بعضهم اللحمة واللبن. بسم الله لسه عندي مرقة لحمة، بس أنا الرز ما سويته من مرقة اللحمة، أنتوا سووه بيطلع كتير طيب، بس المشكلة أنا عندي علي ما بيحب الرز بمرقة اللحمة. خلاص نتركها بعد ما مندوق الملح، منظبط ملحة منتركها لترجع تغلي. بعد ما بتغلي بخمس دقائق بنشوف السماكة اللي بدنا اياها ومنطفي عليها وبتكون صارت جاهزة. بس في خطوة أخيرة صغيرة أنا دايما بساويها، هي أنا بساويها، اللي بحب يساويها مثلي بياخد طعم رائع. وهي الرز صار جاهز استوى، بس لازم نتركه خمس دقائق يتهدى نرجع نغطيه. وهي اللمسة اللي قلت لكم عليها هي الدهنة أو اللية الناعمة. هالحركة هي هلا سويناها بتعطي الأكلة طعمة غير شكل. وهيك أكلتنا صارت جاهزة. بسم الله الرحمن الرحيم. بدنا نستنى أبو علي حتى نتغدى، مشان هيك التقديم رح يكون هيك. وإن شاء الله يا رب تعجبكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني بالاشتراك ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أمان الله. السلام عليكم.